صباح الخير مجددا لكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم عم بتتابعونا. لقائنا المباشر الاول بيجمعنا بضيفتنا شانتال سعادي خليل، متابعه نفس جسديه وارشاد عائلي. مع شانتال اليوم رح نشوف شو هي احلى هديه ممكن نقدمها لاولادنا بهالفتره تحديدا بعد موجه كورونا والحجر المنزلي. شو هي الهديه؟ هي تحصين منزلنا العائلي لنعرف أكثر تفاصيل كيف فينا نمارس هيدا التحصين ونقدمه هدية لنحمي ونربح أولادنا ونربح عائلتنا. تابعونا بلقائنا. شانتال صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. مرسي. يعني هيدي هدية لا تتمن أكيد، لما ومش موجودة وين ما كان إلا بعقول ونفوس الأشخاص اللي عن جد هم الأول أولادها، البنية النفسية إلى جانب البنية الجسدية والبنية الاجتماعية والفكرية والثقافية وكل الأمور اللي بيطلبها إن نعمر يعني جيل جديد من الشباب والصبايا. مزبوط، هيدي عن جد أحلى هدية، واليوم نحن بهيدي الأوضاع الصعبة مؤتمنين نقدمها لأولادنا. هيك إذا سمحت لي إلي بدي أنطلق من جملة كتير حلوة بتشرح معنى هالهدية، بيقولها لطباوي أبونا يعقوب، بيقول إن مستقبل العائلة متوقف على تربية الأولاد، من أراد أن يكون خبزه جيدا فليهتم بالخميرة. واو، قدي حلوة وقدي هي عن جد بتختصر كل اليوم منا نقوله، منا نقول انه عن جد الصعاب اللي كتير عم بتحاوطنا من كل الجهات، واليوم صار في كتير اتجاه كمان كأنه صرنا عم نعمل برين ووشنج باليأس، يعني مثلا دايما هيك محبطين، دايما طب ما فينا نستمر نحن وهالقد، يعني خلص انتهت الحياة. وفي كتير ناس بيقولوا لك وحتى عم اسمع من الاولاد خلص انه بيكفي اليوم نعيش وكأنه بكرة الطوفان، بكرة رح تخلص الدنيا. مزبوط الصعاب قوية، بس نرجع منقول من الناحية البشرية نحن يمكن فقدنا الأمل، وحق هاللبناني يوصل لمحال يفقد الأمل عن جد. يعني بهالقد أدنى احتياجات أولادك صار صعب عليك تأمنهم، بس نحن مستحيل نفقد الأمل بهالإيد الربانية يلي هي رح تنشلنا من كل الصعاب. إذا نحن راح إيماننا إليه خلص نحن عن جد صرنا فعلا منقول عايشين من قلة الموت، ما فينا نستمر بهالسفينة يلي عم تعصف فيها الرياح، هي بإيد ربنا رح يلاقي لها يرجع مسار ليزبط اتجاهها، بس شرط متكل علينا، متكل على قوتنا. إذا نحن انكسرنا أولادنا رح ينكسروا، ووطننا إلي على أجيال وأجيال خلص رح ينكسر، ورح نصير نقول عن جد الله يرحمك يا لبنان. نحن ما بدنا نوصل رغم كل القصص يلي عم بتشدنا نزول، نحن مصرين بدنا نطلع من القعر، بس كرمال هالنظرة بعيون أولادنا. صحيح. لأن أولادنا تعبوا يشوفونا محبطين، هلأ نحن عم مقترب من عيد الأب، تعبوا يشوفوا أبائهم هالقد إذا بدك الحزن راسم عيون، في يأس. مزبوط، في يأس عم يستشري فينا. فخلينا نقول الولد طالب منا كأهل شغلة واحدة، قد ما تزلزلت وهلأ رح نشوفهم بالصور الأمور خارج البيت، الولد مهم ما نسلب منه، وهي الصورة كتير معبرة، الأمان بالبيت. شوف إلي برات هالإيدين، إيد الأم وإيد الأب، في الطوافان، في قدي الدنيا السوداء، أعصير كتير، أعصير كتير، بس الولد لاحظ حاطت أجر على أصبع الأب وأجر على أصبع الأم، دليل، وعم يضحك، ودليل وليك دليل فراشة بيضة اللي هي بالنسبة هيدا الأمان لأله. بالنسبة له أمه وبيته أهم شيء ما يهتز هالأمان. يعني أهم هدية أنه الرجل يتفهم مرته ويحبها، لأنه عم تكتر كتير للأسف الخلافات الزوجية، ونحن إذا بآخر النهار اتخنقنا ببعضنا رح تتحسن أوضاعنا؟ لا، بالعكس. فاليوم رح نشوف، رح بتزيد سوء ورح نشوف الدنيا مسودة أكتر وأكتر. شانتال، الكلام اللي قلتي رائع جدا، بس خليني أقول شغلة. هلأ في بعض المغردين بيقولوا، ونحن هيدا الشيء يعني اللي أخذناه على عاتقنا كل فترة كورونا وكل هيدا اليأس اللي أصبنا فيه وكل هيدا الأحباط، إيه إنه نحن لا 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 دايماً بنسمعها. خليني أقول إنه شانتال بعيداً عن توجهات المحطة حتى ما تحطوها بهيدا القالب، عم تحكي علم، عم تحكي من اختصاص علم النفس كيف بيقدر يوجه أفراد العائلة، الأم والبي تحديداً، ليبنوا هيدا العائلة. ونحن رهاننا على العائلات الجديدة اللي عم تتأسس
على الأجيال الجديدة اللي بدها تطلع يكون عندها هيدا الاندفاع، هيدا الحماس وهيدا الانتماء. يعني الانتماء للعيلة وللبيت هو ذاته على كبير لما مصير بالحياة، هو انتماء للوطن للبيت الأكبر. فلا نحن حاسين بكل هيدا الوجع وحاسين بكل شيء، بس مثل ما قالت اتكلنا على ربنا بأنه يقود هالسفينة، وإلا مش يوم من الأيام نوصل لبر الأمان، وقد ما تكتفنا مع بعضنا قد ما كان المشوار أقصر. تفضلي شانتال. أكيد إلي، والوجع هو وجعنا، هو وجعي، هو وجعك، هو وجع كل إنسان. ما في إنسان مش موجوع، بس اليوم كمان مش غلط نطلب أنه عن جد المساعدة من بعضنا، يصير فيها التعاضد الاجتماعي حتى كلنا نلاقي وسيلة ما ننهار. طيب منروح على الاكتئاب، منروح على أنه نولد شبيبة بعدين رح يصير عنا انفجار اجتماعي ونفسي؟ لا، مش هيدا نحنا يلي منطمح فيه لأولادنا. فاليوم بدي هيك صرخة لكل الأهل، بدي أوضح من دراسات علمية برجع بقول ومصدرة جامعة هارفارد يلي بتختص بالنمو الفكري والنفسي للطفل، إذا هالبيت داخليا إلي تزعزع على الصعيد الفكري شو بيصير بدماغ أطفالنا؟ ودايما براهن إذا بتركز على الدماغ، لأنه هو اللي بيفرقنا عن سائر المخلوقات، هو إلي اللي بخلينا عن جد يكون عنا هالحكمة بالتعاطي، وهو أكبر نعمة ربنا خصنا فيها. صحيح. رح نحكي عن فرقنا عن باقي الكائنات الحية. مزبوط. رح نحكي أول شيء عن الدماغ، إذا تزعزع شو بيصير فيها الأمان بقلب العائلة، ونرجع نشوف نفسيا شو تأثيره على أطفالنا. وهون بالختام بترك الخيار لكل الأهل هن يختاروا هل رح نقدم هالهدية رغم كل الصعاب أو رح نحجب عن أولادنا. شفنا أول صورة الأمان بشكل بيت، أم وإيد البي متحدين مع بعضهم، والولد رغم كل شيء برا وممكن بيسمعوا بيقولوا الولد صغير ما بيفهم، طلع لأ بعدين يعني كل يوم عم نكتشف أكثر وأكثر أنه بيفهم كثير وبيخزنهم، وبيبينوا بفترة المراهقة وبيبينوا بفترة النضوج، وبس يأسس عائلة بترجع كل الذكريات للماضي. أول صورة. ثاني صورة هون يعني المشاكل بين الأم والبي أداة تنعكس وين عم بتفتش على العاطفة والحنان. مظبوط. وقد هي بعبطة هالدودو يلي عن جد عم بتحاول ترجع تلاقي الأمان. هون بدي روح على دراسة قاموا فيها سنة 2012 إلي باحثين بريطانيين ليشوفوا، كان كتير فكرة تتداول إنه الولد يلي بيعيش صراعات مزمنة بقلب البيت، يعني مزمنة يعني تتكرر كل يوم تقريبا، دونك بصير منقول إنه دماغه كأنه ساحة معركة. أرادوا إنه يتأكدوا من هيدا الشيء، فبيجيبوا شريحة من الأطفال عم بتختبر هيدا الشيء ببيتها، وشريحة تانية ما كانت أطفال، كانت جنود بريطانيين، وهلأ نتوقف عندهم، شاركوا بحروب وكانت هالحروب قاسية. عملوا الرنين المغناطيسي للدماغ اللي هو الأمراي، وطلعت النتيجة مبكية اللي طلع بالدماغ بين الأطفال يلي عم بيعانوا هيدي الخلافات وبين الجنود يلي كانوا مقاتلين بساحة المعركة، زاد تقريبا القصص الدقايا اللي لحقت بالدماغ، زاد الأضرار، كان في كتير تشابه بين الصورتين. يعني أدى في تشويش وتشويه يعني فبركة دماغ عند الأطفال. أكيد. ففعلا أثبتت هيدي الإيبوتاز، أثبتت علميا أنه الولد يلي بيشهد على هالصراعات هو عن جد بيكون عم بعيش بساحة معركة. نعم. لنروح أكتر، دراسات هارفارد أثبتت أنه هيدي الصراعات تعد ستريس مزمن. الستريس هو أنواع، في ستريس بخليك تعطي أنت أفضل ما عندك إلي، بس الستريس المزمن بصير كل يوم عم يعمل أتاك على الدماغ عند الولد، بيعمل على المدى البعيد تلف بخلايا الدماغ وبالكونكشنز، يعني النيران خلايا الدماغ لما تتواصل مع بعضها بهالتشعبات والوصلات العصبية. عم نشوف إذا بدك إليه فوق قدي في تشعبات عند ولد عم ينمى وعم ينضج بعيلة حاضنة بعيدا عن المشاكل، وتحت عم نشوف قدي صار في عنده فقر بهالكونكشنز يلي عم تربط خلايا الدماغ بين بعضها. إن شاء الله تكون الصورة واضحة عند المشاهدين لأن تنفهم أكثر، يمكن هيدا بتوضحها
أكثر وأكبر. هون العقل الدماغ النورمال يعني الألوان هي عن كل المشاعر وكل العناصر. إذا بدك هيدي التشعبات بين الخلايا يلي هي بتوصل مختلف الزون لنكون نحن عن جد عم نعرف نشتغل بعقلانية، عم نعرف إن أحاسيسنا نترجمها بإيجابية على واقع الأرض. وهون على التوكسيك ستريس عم نشوف قدي تقريبا صار في تلف بخلايا تقريبا النص. وهون بعدنا بأعمار صغير، يعني قدي نطروا من صدمات بالحياة. هيدي هي هون إذا ما رممنا الأمور وما دركنا الوضع، نحن رايحين على دماغ إلي في منطقة الخوف منسميها أميجدال، هي مسؤولة عن الخوف وعن إذا بدك بتخليك دايما تاخد fight or flight، يعني أنا يا بواجه يا بهرب. بصير الولد دايما هيك بدل ما هالزون يلي بالتحديد بدماغنا عم نشوفه هو باللون الأحمر بميزنا عن سائر المخلوقات، هو الدماغ التحليلي يلي بيعطينا القدرة إلي أنه أنا أرجع إذا بدك حلل مشاعري قبل ما أنا أعمل الرياكشن تبعي على الأرض لأتصرف بحكمة. هون ما بيوصل للنضوج إذا كفينا بهالتوكسيك ستريس مع الولد، فالولد بيكون انفعالي كل حياته بيقضيها fight or flight، يعني يا بيهاجم دغري أبدا يا بيهرب يا ما بيقدر أبدا يواجه بالحياة. يعني قدام مشاكل صعبة مثل المشاكل يلي نحن اليوم عم نعيشها بنختار الشورت كات، الطريق الهين، يعني الدماغ بيصير ياخدك على منقول لهم راك كرسي، انه أهين تكتئب، أهين يمكن توضع نهاية لحياتك، أهين تيأس، أهين ما تعمل شيء. هون التحدي إلي. ونحن دايما بيكون بدنا حجة نعلق كل أخطائنا عليها. يعني اليوم أكثر من الأشخاص رابطين حالهم بالوضع الحالي وفشلهم، بيقولوا أنه هيدا هو السبب، فشلهم يمكن السلطة، فشلهم الحكومة، فشلهم الأداء، فشلهم الفساد، فشلهم. بس بالنتيجة في أشخاص الحياة عم بتكفي، يعني اليوم اللي قلتي أنت رائع جدا، أنه نحن برغم هيدي العاصفة، برغم أنه نحن على شفير الهاوية، يعني في يمكن بعض بحصة ساندتنا وإلا نوقع بالحفرة وما بعرف قدام نطلع منها، بس في ناس بعدها عم بتفكر. يعني شفنا مبارح أصحاب المحلات اللي تعرضوا للتكسير رجعوا صلحوا وبعضهم مآمنين ومكفيين وخبرون أنه تركوا الاغتراب حتى يجوا يبنوا يعمروا ببلادهم، ما عم بربطهم ببعضهم، بس لأن عم نشوف يعني هيدا الجيل اللي عم ينجر إلى هالأعمال التخريبية بيظهر أنه ما كان عنده هالاكتفاء وما كان عنده هيدا الهدية اللي هي الحصن المنزلي والعائلة. يعني كلمة بتاخده كلمة بتجيبه. أكيد إلي أكيد، يعني هو بيشتغلوا فينا مدى الحياة. ونكون عم نشوف كمان بدي أرجع على الصورة القبل، عم نشوف عن جد الدماغ إلي لاحظ هون كيف عم يشتغل بطريقة جيدة. وهو عم نشوفهم الزون تامبورال من قلهم يلي هن بيشتغلوا أكتر إذا بدك تفعيل العواطف عنا وبيأثروا بسلوكياتنا. دونك إذا عم بتشوف هون إلي مطفيين على الآخر، عنا تلف جسيم بالخلايا، عنا أضرار كتير قوية. طيب هون هيدا الدماغ ايه في يروح على دماغ بعدين يصير يرتكب جرائم حتى ويأذي الآخر من دون ما يهزله جفن، يعني تحليلي بمحله وربط الأحداث بمحله. هيدا القصص يلي نحنا تشتغل فينا مدى الحياة كرمال هيك. نحن شو اليوم منعول على تنمية الدماغ التحليلي عند أطفالنا. اليوم في كتير ليدرز بقلب العالم. بدي أرجع شوي هيك إذا بدك على لناخد إكزامبل مثلا أمريكا وقت الحروب بين البيض والسود، قدي مارتن لوثر كينج وغيرهم قدي كانوا مضطهدين، قدي يمكن أول ما راحوا يدرسوا كانوا يقعدون بصفوف على جنب تحدوا كل شيء وبقيوا يفكروا وبقيوا عن جد يقولوا أنا بدي. ما الدماغ كيف أنت عن جد بتوجهه بيتوجه، يعني فيك توجهه على الأحباط، فيك توجهه وصاروا ليدرز بالعالم وقدروا يغيروا وقدروا يلاقوا بكل العتمة اللي عايشينها نقطة هيك نقطة بيضة يجربوا يوسعوها. هون إذا سمحت لي إلي رح أعطي هيك إكزامبل كتير حلو. بيخبروا عن ست كانت بتعاني من الاكتئاب وحتى العلاجات ما كانت تجدي نفع معها، فبأحد الأيام بيزور الطبيب تبعها وبيقعد هيك بيلاحظ شو عم تعمل، بيلاقيها كل الوقت قاعدة حتشتلي عم تهتم فيها كل الوقت. فبيسأل بيقولوا له أنه كل النهار عم بتقضي وقت حد هالشتلة، فبيطلب منهم الطبيب النفسي أنه جيبوا له 20 شتلة من هالشتلة.
وفعلا بصير يقول لك كل حدا انت معقول كانت اجتماعيا ما يعني عايشه بانزواء، كل حدا انت هيك عبالك تهديه شتله، اهديه هيك عربون محبه او شيء. فاهتمت صارت تهتم بهالشتلات المره، ولاحظنا انه قدرت تطلع من الاكتئاب وصارت معروفه بالمحيط تبعها اذا بدك هي يلي تختص بهودي الشتلات. مزبوط. ورجعت يعني اللي بدي اقوله من الخبريه انه بظل العتمه اللي عايشينها، يمكن المراهق تبعنا بالبيت تعبان، يمكن البي تعبان، الام تعبانه، بس كل واحد في نقطه نور بدي اكتشفها. صحيح. وهيدي النقطه نشتغل عليهم، بدي اشتغل عليها حتى وسعها وكبرها اكثر حتى اقدر اقشع. ما الي اذا انا بس عم بقشع السواد النور بصير يهرب مني، لانه لو ما رح اقدر اقشع، ولو قد ما يقرب مني انا مصره ما اقشع الا السواد. برجع بقول هيدا مش انكار للواقع، الواقع جدا مرير. مين من الاهالي ما عم بفكر مستقبل اولادي شو؟ رح فيني ادفع الاقساط المدرسيه؟ رح فيني ضل عم اقدم لقمه العيش؟ بس شو الحل؟ اني انهار؟ الحل انه اقعد انا وزوجتي واولادي نفكر، نوضع كلنا هيك افكارنا على صوت عالي، نحط ورقه وقلم، نشوف شو فينا نتساعد، مش قادرين نطلب المساعده. يعني بيضل لازم، مش بيضل لازم، نضل نوجد حلول. هاي المرونة النفسية اللي هلأ بتزرع عند أولادك، يا أولادك بينمو مع قدرة التحمل أو قدام أي مشكل بالحياة رح يحبطوا ورح هيدا المشكل يقدر يكسرهم. إن شاء الله يعني هيك المشاهدين وخاصة يعني أرباب المنازل يكونوا عم يتفاعلوا معنا أكثر وأكثر بهيدا الموضوع ليخدوه على محمل الجد. لأن أوقات كمان ما منلومن، الضغوطات بتخليهم هيك يتقاعسوا عن واجباتهم الأبوية، وفينا نقول الأموية، لا أموية بتصير عم نحكي عن الأمومة. الأمومة، ميرسي شانتال. ف ايه يعني كمان دورهم كثير مهم. بنرجع لنكفي هون نشوف هيدا خلاصة اللي كنت عم بتقوله إلي، انه انا اليوم تكون انسان راشد بدي اعرف شغل مزبوط، بدي اتبع قلبي بس بدي اخد عقلي معي. يعني انا بدي اعرف اتحكم بمشاعري وبعقلانيتي. فالطفل يلي بيربى مسروق منه الامان مستحيل يقدر هيدي الصورة تكون موجودة عنده، مستحيل يقدر يفكر بعقلانية. دايما الانفعالية هي الطاغية، هي اللي بتجره على مشاعر يمكن وعلى اذى، يمكن بتنمر على هيدا الشخص، بقول كلمات سيئه، مع انه هالشخص يمكن يقدم على عمل قد ما انا اذيته بكلامي حتى ما بيكون عندي الشعور بالذنب. يعني ليك لوين في يروح. فرجاء ننتبه. على سيره التنمر، بتعرفي هلا قصه التنمر صايره دارجه، وفي ناشطين جدا بدافعوا عن التنمر. إذا أنا مثلا غردت أو قلت شي كلام أو تفوهت بشي عم بتنمر فيه على حدا، تيردوا علي بيتنمروا علي، بينشروا حريمي، بيشوفوا شو في عندي عاهة أو شو في عندي مشكلة، بيوضحوها بيظهروها، بفوتوا على عائلتي. طيب شو عم تعملوا أنتو هون؟ بأي تفكير عم تفكروا؟ منكم متجردين، بالعكس عم بتحاربوا الغلط بالغلط الأكبر. هون إذا بدك إلي هيك أمنية للكل، رجاء نطلع الحلو اللي فينا، الكلام الحلو بزياد الحرب اللي عن جد الاقتصادية والاجتماعية اللي عايشينها. ما بقى أنا قاعدة ورا شاشتي هالقد هينة انتقد وقوس على غيري، إذا كلمتي إيجابية بتبني اشتقنا نفتح مثلا صفحاتنا نشوف كلام إيجابي. يا عم الإنسان ما في يستمر بلا إيجابية، ولادنا ما فين يكبروا بلا إيجابية، وعم بشوفونا كيف نحن منتعامل على مواقع التواصل، هن بيتعاملوا ذات الشيء. فاللي عنده كلمة حلوة يقولها، واللي عنده كلمة سلبية يحتفظ فيها جوات يقولها بينه وبين للأسف حاله. يعني صارت يعني المنابر هي للكلام السيء. بنرجع لهيدي الصورة، يعني شفنا شبيه لها، ودايما بنحكي عن مشاكل الأم والبي وهمومهم، بنرجع بنعطيهم الحق، ونحن كمان عايشين هيدا الهم وعايشين هيدا الوجع. بس كل يوم الصبح كل إنسان على دينه، وأنا بصلي بإيدي على وجهي بقول يا رب أعطيني بركة هيدا النهار، قدي بستحق النجاح أعطيني، وأنا بسعى كمان، وقدي لا بيكون الخلل مني. يعني مش رح يجيني كل شيء على طبق من فضة، هيدا بفكر فيه كل يوم. يعني فقديش نحن، طيب يا خيي يا أخواتي، طيب إنه قبل من زمان يمكن ما كان في إعلام،
ما كان في يمكن اهتمام بالمطالعة بالقراءة بالمعرفة، ما كانت الانترنت بتوفر لي كل المعلومات. طيب اليوم نحن يوم جديد ثلاث ساعات كله معلومات، أوقات بنتعب من كثرة المعلومات، في نهار بيكون هيك ضغط كتير معلومات بفل راسي ضايش، بس بقول إن شاء الله نكون عم نصيب بمطرح من المطارح، لأنه لك 1% أنا قبلان كون مبسوط كتير وعم باخد نتيجتي. فاليوم أنه الكلام ما أنه مجرد يكون كلام على الهواء، هو تطبيق، كيف يطبقوا شانتال حتى ما تضل شعارات وحصنوا العيلة. الأم والبي هن بدهم حصانة ينقلوها لأولادهم، صح؟ مزبوط، أكيد. اليوم الحصانة أنه نجتمع عن جد مع بعضنا كعائلة وننظر لبعضنا، يعني الزوجة تجرب تفهم زوجها، تجرب تفهم ليه هو عم يتصرف بهيدي الطريقة، مش دغري نعتبر القصص جاية ضدي وهو عم يستقصدني بمكان ما. يعني في كتير قصص اليوم دماغنا صار عم يخدنا دغري على السلبية، إيه أنا بقول له هيك هو بيعمل هيك. يعني نجرب عن جد نروق قبل ما نحكي، ناخد خمس دقايق نفكر بهال إذا بدك هالفعل يلي عمله التاني، ونجرب ننظر له، نوقف من نافذة التاني وننظر له من هيدا المنظار. صدقني إلي بخبرتي هيك مع الكوبلز اكتشفت أنه 99% من الخلل الزوجي، يلي أكيد ما في قصص لا عنف أسري ولا في قصص جوهرية للتصادم، هو أنه كل واحد بياخد من الحديث المنحة يلي بيريحه مشاعره وما بيقدر ينظر من نافذة التاني إذا بدك التاني كيف عم بيشوف الأمور. فبالآخر بس بدي ضوي على شيء نفسي عند الأطفال عن جد ننتبه عليه، هو التعلق. الطفل من هو صغير بيعمل شيء بنسميه صورة تعلق على الأشخاص اللي عم بيقدموا له هالرعاية، من المفترض يكونوا الأم أم البي. من على عمر صغير إلي بيربى ببيت هالقد كترة المشاحنات فيه، شو بيصير؟ بيصير هالطفل شئنا أم أبينا بده يعمل صورة التعلق، بذات الوقت نقزان وخايف، بذات الوقت عم بينبش كيف بده يتعلق بأهله. ليه؟ ما عنده خيار تاني، ما في ينفصل عنهم، منه مثلك راشد إذا مثلا اتضايق بالشغل في ينبش على شغل تاني، ما في ينسحب من أهله. فهيدا الطفل بيصير يعيش شعور إذا بدك من الوحدة قاتل، بحس إنه ولا إنسان رح يفهمه أو رح يفهم مشاعره إذا استمرينا بهيدا الحالة، وبصير كمان يفهم انه كل علاقة فيها اذا بدك هيدا الصدمة وفيها ما بعد الصدمة اللي انا لازم اتفاداها. فبصير بيكبر، اذا كبر بهيك اجواء بصير بيعمل شيء مسميه ريبونس اوتوماتيك، يعني بيعتبر انه الكل مستقصده وبده يأذي، انا بدي اعمل آلية دفاعية إذا بدك واجه أو دافع عن حالي قبل ما هن. هجوم استباقي. مزبوط، هجوم استباقي. فهيدا الشيء الهجوم بيرافقه لكبر، فبيصير إلي حتى مع بكرة مثلا زوجته أو رفقاته بالعمل دايما بيعمل أتاك حتى على اللحظات الحلوة. هي مثل خبرية زميلي توني هلأ خبرني إياها، واحد جارته بالسابع بده يستعير من عندها مكوية، بس عتلين هم ردت فعلها كيف بتكون، طلع أول طابق هلا تبلش تنق علي، طلع الثاني هلا بصير تربحني جميل وانتبه لها، طلع الثالث على الرابع كذا، دق الباب فتحت له قال لها بلاك وبلا مكويتك، المرة ما فتحت تمها، هو حطهم براسه وعمل هيدا إذا بدك هالهجوم. ما تجرني على ما تكون شرير، ما تكون شيطان بيوزك سكة شمال سكة يمين توني. فعرفتي؟ أوقات عن جد بنعمل هيك. بدي أقول لكل المشاهدين والأباء والأمهات أنه نحن كيف عن جد أولادنا بيتعلقوا فينا في التعلق السليم والتعلق المرضي، هيك أولادنا بيتعلقوا بعدين بالأشياء بحياتهم وحتى بالأشخاص. كرمال هيك هون بندخل كمان عن طريق الإدمان فينا نروح، إن شاء الله هي رح نحكي عنها. بس أهم شيء نعرف أنه هيدا الشخص لو قد ما كان الشخص اللي مقابله إليه رح يكون عن جد شخص منيح وشخص بده مصلحته، دايما بده يعمل أتاك عليه، لأنه تربى أنه كل شيء عائلات فيها دايما الصدمة وما بعد الصدمة، وأنا لازم كون عم دافع عن حالي. فشوف نحن، وهيدا الشيء بينطبع بشخصيته للولد خاصة بالأعمار الصغيرة، يلي هو يعني أنا حاملته عقيدة وعم بصير الصدام مثلا بيني وبين زوجي، منو قادر يروح عقودته، منو قادر يحكي، منو قادر يعبر. فرجاء ننتبه ببيوتنا نحن عم نطبع مستقبل أولادنا، عنا هالخميرة شو عم نعمل فيها لبعدين. شانتال
قلتي من كم ثانية ما بيقدر يعبر. في حالات الولد بيعبر أكيد وبيكون هو جرس إنذار لأهله، بيصرخ فيهم خلص طوشتوني ما بقى تتشارعوا مع بعضكم، وبصير يهدد حتى لو كان بعمر صغير، بدي فل أو بفوت بسكر باب أوضته بصير يترجوه. بس بيقدر يحكي أكيد. ما هيك؟ أكيد. يعني هون قد ايه الأهل لازم ياخذوها جرس انذار. إيه عم تمرق قصص عم تتخزن بدماغ هالولد، صبي ولا بنت كان، وهن منهم منتبهين، يعني بس منتبهين على حالهم وبيفكرون انه عم نأمن له كل شيء، المأكل والمشرب واللعب والهدايا والمدارس والنقليات وكل شيء. هودي كلهم ماشي، وهودي كلهم ما بيقدروا يقدموا رجل راشد سليم ولا صبية راشدة سليمة. ومش هودي طلب أولادنا، طلب أولادنا إليه أنه رغم كل شيء نقدر يشوفوا البسمة على وجهنا، يقدروا يضحكوا معنا، يقدر يكون في إذا بدك هالخمس دقايق بابي تعا نشرب جوس سوا، تعا يمكن إذا بالمراهق ناخد هالتاس نسكافيه سوا ونحكي. فبدي اعرف بقلبك شو في، يعني نحن عم نعيش مع اولادنا ما بنعرف شيء عنهم. بكره بيطلع لنا حدا بيقول ايه على الاو تي في بيهدوا اولادهم بسمه، بكره بجيب بسمه بحطها بامبلاج كادو بقدم له اياها. هي بدايه، لانه اذا انا شو ما رح اعطي هيك لجاوبك عن جد، نحط ايدنا على الوجع. مره باحد المعاينات كان في صبي عمره 8 سنين، كان من الطبقه الاجتماعيه الجدا جدا ميسوره، اوكي؟ وكان الصبي عم يتعالج كرمال الاكتئاب، دونك طبقه ميسوره، وعندنا صبي مكتئب لانه الاب ديسكونكتد عن عالمه، منه موجود ابدا بعالمه، والام كمان، فبصير يجمع هالصبي على قد ما بيقدر كل ارجان دو بوش بجمعه، وبيروح عند امه يلي دائما بيلاقيها حزينه. يعني كان يقلنا انه مام ولا مره بتضحك، انا ما بعرف كيف ضحكتها لمام. بقول لها مام هودي اللي انا جمعتهم 8 سنين، هودي اللي انا جمعتهم، بليز روحي جيبي فيهم شيء بخليك تبتسمي، يمكن ميك اب يمكن دريس اللي بدك اياه، بس انا على بالي شوف ضحكتك. وبيروح بقول له لبيو بليز جيب شيء اعمل له شير انا وياك، تقعد تلعب معي، انا بدي اشوفك، على بالي شوف عيونك. هيدا بعمر 8 سنين، عم نحكي عن شخص كان عايش بطبقه ميسوره، ما بحياتها الماديات بتقدر عن جد تبنينا من دون وجود عاطفة وضوابط إلي. نحن بس نقول عاطفة ننسى ضوابط. صحيح. العواطف تبعنا والمحبة بدها تكون ضمن كدراج. الولد بده يعرف شو هي حدوده بالحياة، وين بيعرف يقدر يوقف. شانتال، نصيحة أخيرة، يعني اليوم كنا عم نحكي هيك استوحيته من فستانك، في أسود كتير بالحياة وكمان في أبيض، مثل ما بلشنا رغم كل الظروف. يعني نحن منشوف بحياتنا عم نعيش بعدنا بجو عيلة، عم نلتزم يعني إذا بدك الوقاية والسلامة العامة خاصة بعد كورونا، عم نعاني من غلى الأسعار وغياب الرقابة وفلتين الاقتصادي والأمن إذا بدك. بس إنه هيدا ما بيمنع إنه كل الـ 24 ساعة أو 16 ساعة أو 18 ساعة اللي بنتنفس فيهم دايما حاطين السواد واليأس والإحباط، لا، عم نعيش حياتنا، عم نفكر لبعدين شو بدنا نعمل. ضروري الأمل ما لازم يضيع منا، لأنه نحن ما فينا كائنات بشرية بتستمر وبتستنبط حياتها من الأمل، ما فينا نلغي الأمل من حياتنا ولا فينا نكسر أحلام أولادنا. يعني الولد يلي سامع أهله أنه نسدت الأفاق بوجهن، هلأ نحن عم نعلمه قدام أي مشكلة بكرة بالحياة هروب، بروم وجهك وهروب أو رح تقوى عليك وتنكسر. لا، نحن ما نعطي درس أنه ما لازم تكسرك، بتعلمك بتنضجك، بس ما لازم تكسرك. وبالنهاية إلي ما عنا خيار، يعني يلي بيروح للاستسلام هو عن جد شخص ضعيف. ومثل ما دايما منناشد عن كل شيء التربية بالوعي وناخد قرارات بالوعي، كمان في جزء على كمان دولتنا يكون عندها شيء كمان إذا بدك أعمار بالوعي، يمكن محفزات بالوعي، مواطنية بالوعي. يعني اليوم إذا منتشارك نحن وعن جد هالحكام يلي إذا رجع وعي الوعي عندهم وعن جد شافوا الوضع هيك بالعين المجرد
البلدي ونزلوا على أرض الواقع عند الشعب، قديه هيك بيصير في تضافر جهود، وقديه عن جد فينا يمكن نحل مشاكل كتير. يعني اليوم على بكرة كنت عم بشوف عم بقرأ خبر قديه في نساء عم بتهاجر، يعني قديه في طلاب جامعيين هلأ دغري من بعد ما نجحوا الترمينال عم بيقدموا دغري، تسأل أنه ليه حقهم بمحل من المحلات تفتيش على محل أفضل، بس نحن ما بدنا نخسر أدمغة بلدنا، فرجاء بلدنا بده إنعاش، إنعاش تربوي، إنعاش إذا بدك وطني، إنعاش حكومي، كل واحد من مكانه لازم ياخد مسؤوليته وإلا ما بيمشي الحال. إن شاء الله خير، يعني عم نحكي كلنا أمل، هيدا الأمل أكيد. اللي مش لازم نفقده رغم كل الصعوبات ولا تخف كل... اللي بقلنا إياها ربنا 365 مرة. نعم شانتال سعادة خليل متابعة نفس جسدية وأشهد عائلي، كل مرة هيك بكون فخور فيك أكتر وبنبسط وبستفيد منك وباخد أفكار بجرب طبقها بحياتي، أوقات بنجح أوقات بفشل بس بسعى دايما أني أمشي على الطريق النجاح. شكرا لك شانتال وأسبوع موفق بإذن الله. لا لك.